السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالباتي الحبيبات، طالبات الصف الخامس، اليوم إن شاء الله سوف نبدأ في الوحدة 14 بعنوان تحليل الأنماط والعلاقات. نبدأ في الدرس الأول بعنوان الأنماط العددية. هدف درسنا هو نستطيع تحليل الأنماط العددية. نفتح مع بعض الكتاب بيج 362، نقرأ الجزء A. لدى سارة نبتتان، طول النبتة الأولى 3.5 سنتيمتر، و طول النبتة الثانية 5.2 سنتيمتر. تنمو النبتتان بمقدار 1.5 سنتيمتر كل أسبوع. طلب مني في السؤال كم سيصبح طول كل من النبتتين بعد 5 أسابيع، وما العلاقة بين طول النبتتين؟ قال لي يمكنك إنشاء جداول تساعدك على تحديد العلاقات بين الحدود المتقابلة في المتتاليات العددية. نيجي مع بعض نشوف. أول حاجة عمل جدولين، الجدول الأول يوضح النبتة الأولى والجدول الثاني يوضح النبتة الثانية. النبتة الأولى جزأ الجدول لأسابيع والطول بالسنتيمتر، وكذلك الجدول الثاني الذي يخص النبتة الثانية. قال لي القاعدة هستعملها هي بجمع كل مرة أو على كل عدد بطلعه 1.5. أول حاجة في البداية كانت النبتة الأولى طولها 3.5. نبدأ من أول أسبوع. الأسبوع الأول هنزود على 3.5 اللي كانت في البداية، هنزود عليها 1.5 إذن بيساوي 5. يبقى الأسبوع الأول طول النبتة الأولى كان 5. كل مرة زي ما اتفقنا ان احنا هنزود على الجدول 1.5. الأسبوع الثاني كان طولها 6.5، الثالث 8، الرابع 9.5، والخامس وهو الأخير هو 11 سنتيمتر. نيجي مع بعض نشوف النبتة الثانية، أيضا مجزأ الأسابيع والطول بالسنتيمتر. البداية للنبتة الثانية كان طولها 5.2. أيضا كل مرة في الجدول بنزود على الناتج اللي عندي 1.5. في الأسبوع الأول للنبتة الثانية كان طولها 6.7، والأسبوع الثاني 8.2، الثالث 9.7، الرابع 11.2، والخامس 12.7. نلاحظ هنا لو خدنا أي طولين من الجدول للنبتة الأولى والنبتة الثانية وجبنا الفرق ما بينهم، نشوف مع بعض هيطلع الفرق كام. 6.7 ماينس 5، طبعا بنوحد المنازل، 7 ماينس 0 ايكوال 7 والبوينت، 6 ماينس 5 ايكوال 1. نلاحظ ان الفرق بين الطولين هو 1.7. ايضا نشوف اي ارتفاعين اخرين. نلاحظ الاسبوع الرابع كان النبتة الثانية 11.2، هنطرح منها 9.5. 2 minus 5 بنستلف من ال 1 تصير 0، و 2 تبقى 12 minus 5 equal 7 والبوينت، 0 minus 9 بنستلف من ال 1 0 و 0 هيبقى 10 minus 9 equal 1. لاحظنا ايضا ان الفرق ما بين الطول النبتة الثانية و النبتة الأولى الفرق ما بينهم هي 1.7. نستنتج منها أن النبتة الثانية تكون دائما أطول بمقدار 1.7 سنتيمتر من النبتة الأولى. في سؤال اقنعني، إذا بقي النمطان هما نفسهما كيف يمكنك استنتاج أن النبتة الثانية ستكون دائما أطول من النبتة الأولى؟ لاحظنا أن النبتة الثانية يزيد طولها بمقدار 1.7 سنتيمتر من النبتة الأولى، ونمو كل من النبتتين
كانوا 1.5 سنتيمتر كل أسبوع، لذلك سيبقى النبتة الثانية أكثر بمقدار 1.7 من النبتة الأولى. نكتبها مع بعض. النبتة الثانية يزيد طولها بمقدار 1.7 من النبتة الأولى، وأيضا نمو النبتتين 1.5 كل أسبوع. نستنتج من ذلك، لذلك سيبقى النبتة الثانية أكثر بمقدار 1.7. نيجي مع بعض نفتح الكتاب بيج 364 12. ادخرت جمانة 50 ريال وتضيف 25 ريال كل أسبوع إلى مدخرتها، وادخرت منى 40 ريال وتضيف أيضا 25 كل أسبوع إلى مدخرتها. طلب مني في السؤال كم ستكون قد ادخرت منى، ادخرت كل من الفتاتين بعد 5 أسابيع. في بنت ممكن تعمل جدول زي المثال الأول، وطبعا هيكون الخطوات كثيرة. وفي طريقة تانية ممكن نستخدمها. أول حاجة، جمانة كانت ادخرت في البداية 50 ريال، ده الأساسي بتاع جمانة، إن هي ادخرت في البداية 50 ريال وأنها بتضيف 25 كل أسبوع. طيب أنا عايز أعرف لمدة أو كم ستكون كانت ادخرت كل فتاة بعد 5 أسابيع. بنضرب 25 multiply 5 ونزود عليها ال 50 الأساسي اللي عندي. 25 multiply 5 multiply 5 equal 25. بنكتب ال 5 ومعانا 2 multiply 5 equal 10 plus 2 equal 12. 125 بجمعها على الأساس اللي كانت في البداية عندي في مدخرتها، 125 plus 50 equal 175. نيجي مع بعض عند منى. ادخرت ايضا منى في البداية 40 وتضيف 25 كل اسبوع. ايضا نضرب 25 في الخمس اسابيع وهنضيف عليها ال 40 التي ادخرتها في البداية. طلعنا الناتج 25 multiply 5 equal 125 plus 40. 5 plus 0 equal 5. 2 plus 4 equal 6 وال 1 تنزل. إذن ادخرت جمانة في 5 أسابيع 175، بينما ادخرت منى 165. إذن الاختيار C هو الصحيح. نيجي مع بعض مثال 13. أي العبارات التالية صحيحة؟ الاختيار الأول، هل تدخر جمانة دائما أكثر مما تدخر منى بمقدار 25؟ طبعا خطأ، لأن الفرق ما بين 175 و 165 هو، أحسنتم، 10. نشوف الاختيار الثاني، تدخر جمانة دائما أكثر مما تدخر منى بمقدار 10. فعلا صحيح، إذا الاختيار صحيح. الاختيار الثالث، تدخر منى دائما أقل مما تدخر جمانة بمقدار 25. طبعا خطأ، تدخر منى دائما أقل مما تدخر جمانة بمقدار 10. فعلا الاختيار صحيح. وبكده يكون انتهينا من شرح الدرس، وان شاء الله تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.